وكالعادة مثل ما تعودنا كل نهار سبت نكون بجولة على آخر خلينا نقول الأجواء والأرصاد الجوية، ودائما عم يكون معنا المتنبئ الجوي حسان الجردي عبر اتصال هاتفي لنعرف أكثر كيف حيكمل طقسنا خلال هذا الأسبوع. يسعد صباحك أستاذ حسان. صباح الخيرات، يسعد صباحك. هلا وصباحك. اليوم كتير على وسائل التواصل الاجتماعي تحذيرات من منخفض قطبي حيبلش نهار الاثنين، وكان في تحذير جدا للمزارعين. خلينا من خلال حضرتك نتعرف على هذا المنخفض ودرجات الحرارة ضمن المحافظات السورية. لا تكرم عينك، بداية من جديد صباح الخير لإليك، لزميلتك، للأخبارية السورية، لفريق العمل. أسبوع شتوي بامتياز بدنا نعيشه هيدا الأسبوع، اعتبارا من نهار بكرة مع أول منخفض قطبي بيأثر على المنطقة بهيدا الموسم نتيجة نزول هواء قطبي بارد من منطقة من إلى شرق أوروبا باتجاه تركيا. نحن على موعد مع منخفض قطبي نهار بكرة عم يكون مرفق بكتلة هوائية باردة قطبية شديدة البرودة شبه جافة تؤثر على المنطقة، يستمر تأثيرها حتى صباح يوم الثلاثاء. ذروة الفعالية رح تكون ساعات ظهر نهار بكرة حتى ساعات ظهر يوم الاثنين، تؤدي إلى انخفاض عم يكون ملموس وواضح بدرجات الحرارة. ذروة الانخفاض بدرجات الحرارة عم تكون نهار الاثنين، حرارات رح تكون أقل من المعدل من 5 إلى 9 درجات مئوية بأغلب المناطق، أجواء باردة إلى شديدة البرودة بالمرتفعات الجبلية تحديدا نهارا، إلى أجواء عم تكون شديدة البرودة ليلا بمختلف المناطق، وأجواء صقيعية تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين وتستمر حتى نهاية الأسبوع بمختلف المناطق. الهطل المطري رح يبلش اعتبارا من نهار بكرة بدءا من الساحل السوري. الأجواء بشكل عام رح تكون غائمة جزئيا خلال ساعات الظهر، عم تتحول لغائمة بدءا من الساحل، وبتبلش الفرصة لهطل زخات من المطر بالمنطقة الساحلية، عم تتد مع ساعات بعض الظهر والمساء إلى المناطق الشمالية الغربية الشمالية أجزاء الغربية من المنطقة الوسطى الجزيرة. الهطولات عم تكون غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد ببعض الأحيان، تستمر فرصة الهطل المطري حتى نهار الاثنين ظهرا، ولكن بفعالية متباينة بين منطقة وأخرى، والهطولات عم تكون نهار الاثنين هطولات عشوائية الحدوث نتيجة ضعف التغذية بالنسبة للمنخفض الجوي. هلأ بالنسبة للهطل الثلجي، إن كان هناك الرطوبة كافية وموجودة رح يكون في عنا هطل ثلجي بسلسلة جبال القلمون، وبالنسبة للمرتفعات الساحلية الأحد بالليل والاثنين بالليل مع توفر الرطوبة الكافية، ورح يكون الهطولات الثلجية إن حدثت بإذن الله تعالى هطولات ثلجية غير تراكمية بهذه المناطق. الحرارات رح تظل أدنى من المعدل مثل ما ذكرت من 5 إلى 9 درجات مئوية. الرياح بشكل عام في عليها نشاط، تحديدا الرياح الغربية إلى الجنوبية الغربية رح تكون رياح معتدلة لنهار بكرة، وعم تتجاوز الرياح في بعض الأحيان 85 كيلومتر بالساعة، بتؤدي إلى إثارة الغبار بالمناطق الشرقية وبالبادية. أكثر المناطق رح يكون فيها نشاط بالنسبة لسرعة الرياح هي المنطقة الجنوبية الوسطى المنطقة الساحلية. نتيجة الرياح العالية رح يكون في عنا ارتفاع بالنسبة لحركة الموج، رح تكون الأمواج عالية ورح يتجاوز ارتفاع الموج نهار بكرة تقريبا 3 متر، وهيدا بيأثر سلبا على حركة الملاحة البحرية. هلأ بشكل عام رح تستمر هيدي الفعالية الجوية حتى يوم الثلاثاء الصبح، بتبلش الأجواء تميل للاستقرار بشكل جزئي وتدريجي مع بقاء فرصة لهطولات مطرية خفيفة عشوائية الحدوث بأجزاء من المنطقة الجنوبية بالمنطقة الجزيرة بالمرتفعات الساحلية، مع استمرار الأجواء الباردة الصقيعية خلال ساعات النهار والليل بمختلف المناطق، على الرغم من أن الحرارات بتميل للارتفاع نهار الأربعاء بشكل طفيف، ولكن بتظل الحرارة أقل من معدلاتها من 4 إلى 6 درجات مئوية بمختلف المناطق نهاية الأسبوع نهار الأربعاء والخميس، ورح تكون أجواء بين الصحوة والغائمة جزئيا بشكل عام، وبالليل رح تستمر الأجواء الشديدة البرودة، يحذر من حدوث الصقيع بأغلب المناطق الداخلية والمرتفعات الجبلية وتشكل الضباب ببعض المناطق الداخلية والقلمون والمنطقة الوسطى. أسبوع الشتوي بامتياز عم نعيشه بوقت مبكر تحديدا بهيدي الفترة، ببلش من نهار بكرة، بيستمر معنا الفعالية الجوية الحقيقية حتى ساعات مساء يوم الاثنين بإذن الله تعالى. هطولات مطرية رح يبلش المنخفض على شكل منخفض ماطر يعطي هطولات نهار الأحد بعض الظهر والمساء، رح تكون غزيرة تحديدا بالمنطقة الساحلية والشمالية الغربية وأجزاء من الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى.
التحذيرات اللي دائما نحن بنوجهها ووجهت المديرية العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها والموقع الرسمي لها عبر الفيسبوك، تحذير يتعلق بالأمواج العالية واللي بتتجاوز 3 إلى 4 متر نتيجة الرياح القوية اللي بتتجاوز الهبات ببعض الأحيان 85 كيلومتر بالساعة، واللي بتأثر سلبا على حركة الملاحة البحرية من تشكل السيول بالمناطق الساحلية الشمالية الغربية الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى نتيجة غزارة الهطل المطري خلال ساعات بعد ظهر يوم الأحد وليلة الأحد تحديدا، من الأتربة والغبار المسارة بالمناطق الشرقية والبادية بفعل الرياح الشديدة يوم الأحد، من تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب ببعض المناطق الداخلية والقلمون والمنطقة الوسطى، من الأجواء الشديدة البرودة خاصة خلال ساعات الليل تحديدا بالمناطق الداخلية والمرتفعات الجبلية، ومن الأجواء الصقيعية واللي بتبلش بشكل عام رح تكون ذروة حدوثا نهار الاثنين والثلاثاء وبتستمر معنا حتى نهاية الأسبوع، ولكن بوتيرة رح تكون أقل. أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 21-9، القنيطرة 22-8، القلمون المرتفعات الجبلية 15-9، درعا 22-9، السويداء 21-8، المنطقة الوسطى حمص وحماة 23-9، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 22-9، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 23-16، الشمال حلب وإدلب 19-8، دير الزور الرقة البوكمال المنطقة الشرقية 23-10، بالبادية مدينة تدمر 20-8. اليوم الطقس رح تضل أجواء دافئة نسبيا تحديدا نهار السبت، ورح تكون بالليل أجواء مائلة للبرودة ورح تكون غائبة مستحوة والغائمة جزئيا، ولكن رح يكون التغيير بالمنظومة الجوية ونحن على موعد يكون مختلف تماما. نهار بكرة رح تتغير الأجواء بالمطلق ما بين اليوم وبكرة، ورح يبلش بكرة إن شاء الله أول حالة عدم استقرار شديدة ناتجة عن منخفض جوي مترافق بكتلة هوائية باردة قطبية شبه جافة. أكيد بدنا نشكرك كثير أستاذ حسان الجردي لأنك دائما بتوفينا بكل التفاصيل عن أحوال الطقس.